من تونس سلام حتى القدس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حتى القدس، ونتعرف معا على عناوين فقراتنا. في فلسطين قضية المقاومة على المسافة الصفر وشكل المواجهة المقبلة ونتائجها. على طريق القدس الجيل الفلسطيني الثائر ووحدة الجبهات. في فلسطين هويتي الفقراء للفقراء في غزة، وحتى الحرية غسان كراجة. مقاومة المحتل على المسافة الصفر تبدد عنه وهم القوة والسيطرة، فحادثة الجدار الإسرائيلي قرب غزة تركت وراءها جدلا داخليا لدى المحتل، وأظهرت إلى أي مدى بلغ الهوان والضعف لديه وفقد قدرته على فرض قواعد اشتباك لمصلحته وفشل في تحقيق هدفه. لذلك نسأل اليوم، كيف سيكون شكل المواجهة المقبلة؟ وإن كانت قدرة الاحتلال محدودة في مواجهة المتغيرات بعد سيف القدس، فلماذا تتصاعد لغة التهديد الإسرائيلية أمنيا وسياسيا بشن حرب جديدة على القطاع؟ هل اقتربت لحظة الانفجار؟ ماذا عن خيارات فصائل المقاومة؟ هل ستستمر فعالية المقاومة أو فعاليات المقاومة الشعبية الخشنة ضمن برنامج شامل لكسر الحصار؟ وما هي استعدادات الرد فلسطينيا؟ وأي دور للوسطاء؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيفنا في فقرة فلسطين قضية، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خالد البطش. مساء الخير أستاذ خالد، وأهلا بكم في برنامج حتى القدس. مساء الخير والسعادة لكم وللمشاهدين الكرام ولأبناء أمتنا في كل مكان، ولك شخصيا أستاذ وفاء. أهلا بكم أستاذ خالد. مشاهد المواجهات من مسافة صفر على السياج الفاصل مع المحتل الإسرائيلي، جرأة هذا الشاب أستاذ خالد المطلق للنار على القناص الإسرائيلي من هذه المسافة، أي رسائل وأي خيار يتعزز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي أن أوجه التحية لأبناء شعبنا في القدس وفي الضفة الغربية، في جنين، في بيتا، في جبل أبو صبيح، في الشيخ جراح، وكذلك لأهلنا الصامدين في مخيمات اللجوء والداخل المحتل عام 48. أعتقد أن الرسالة الأبرز التي حمل هذا الشاب قناص الشعب الفلسطيني صح التعبير، وهذا القلب الجسور للمحتل الإسرائيلي، أنه لا يمكن أن يفوت الشعب الفلسطيني جريمة إطلاق النار على متظاهرين سلميين شرق القطاع دون الرد. وبالتالي كان رد هذا الشاب هو رد باسم الشعب الفلسطيني كله على قناص قاتل متدرب أطلق النار وأصاب أكثر من 30 شاب فلسطيني. فبالتالي كانت الرسالة واضحة أن الشعب الفلسطيني لا يعدم الخيارات ويتسلح بإيمان ويتسلح بمقاومته، وأن الرد كان سريعا أصلا ما تصوره بنت ولبيد وقائد الأركان ووزير الدفاع وبالتالي الصهيوني. لذلك كان الرد واضحا، أن الرصاص بالرصاص، وأن الإمعان بقتل الأبرياء في غزة لن يقابله المقاومون إلا بالرصاص وبالقناص مقابل قناص. وهنا نتحدث عن المقاومة في كل نزال، يمكن القول أستاذ خالد تسجل هذه المشاهد التاريخية. هذا المشهد احتل مساحة واسعة من التحليل السياسي والأمني داخل الكيان. خبراء إسرائيليون تحديدا يقرون بفشل جيش الاحتلال في أحداث السياج مع غزة، يؤكدون الأهم هنا أن زمام المبادرة بشأن التطورات في القطاع ليست في يده. أي دروس قرأها الإسرائيلي وانعكاساتها على قدرته التي يسعى دائما خصوصا بعد سيف القدس بتغيير قواعد الاشتباك الحالية التي وضعتها المقاومة؟ أولا هذا العدو وهذا الكيان هش وأضعف ما يتصوره الناس كثيرا، وحكومة بنت لبيد أيضا حكومة ضعيفة ومهتزة، وأنا على يقين بأنه أي مواجهة قاد مع المقاومة سواء في غزة أو في لبنان هذه الحكومة ستنهار وستسقط. لذلك بنت ووزير دفاعه غانس وغيره يحاول دائما أن يؤجل هذه المعركة التي لا مناص منها. وبالتالي نحن في تصورنا أن المعركة قادمة وهي بس مسألة وقت حتى يستعيد بنت ثقة حكومته وجمهوره به، ونحن كذلك حتى تأتي الفرصة المناسبة من أجل استحقاق الحق الفلسطيني، استعادة الحق الفلسطيني. إسرائيل حاولت، العدو الصهيوني حاول تثبيت معادلة جديدة في الاشتباك
هو يريد أن يلغي قواعد الاشتباك الماضية. قواعد الاشتباك كانت تقول أنه عندما يطلق صاروخ من غزة من العدو الصهيوني أو عندما يضرب نار أو يصاب فلسطين هناك رد. هو أراد بعد معركة سيف القدس متسلحا بموقف دولي وعربي للأسف الشديد من المطبعين والمهرولين ومن الذين يعطوه الدعم المعنوي والسياسي أن الفلسطين في غزة قد انهارت مقاومتهم وأنها قد ردعت. وبالتالي نحن أردنا بهذه المناسبة وفي غيرها من المناسبات أن نؤكد على بقاء قواعد الاشتباك من غير المسموح لا لبنت ولا غانس ولا الحكومة اليمين المضطرة في إسرائيل أن تغير قواعد الاشتباك ولا أن تفرض علينا قواعد الاشتباك جديدة. ومن هنا رأينا هذا القناص ورأينا آلاف الشباب على السلك في رسالة سلمية بالدرجة الأولى كانت، ولكن عندما أمعن المحتل بإطلاق النار على المتظاهرين كانت الرسالة واضحة أنه من غير المقبول أو المسلم به أن تتغير المعادلة. عندما يطلق القناص الرصاص على المتظاهرين وعلى أبناء الشعب الفلسطيني سيكون كردا بالتأكيد بنفس المستوى، وهذا ما حصل مع القناص الفلسطيني. وبالتالي نحن ثبتنا قواعد الاشتباك. اليوم هو توصيفكم للواقع رد هذا أستاذ خالد، يعني توصيفكم للواقع في القطاع. نحن نتحدث عن تصعيد شعبي ميداني واضح، الاشتباك المباشر، حتى في عنا عشرات الجرحى، استشهاد الشاب خالد دعيش من مخيم جباليا. صحيح، كما قلت لك العدو في بداية المسيح في بداية المهرجان عندما انطلق الشباب إلى يعني تخوم الأرض المحتلة عام 48، وأنا أسمي حدود ولكن تخوم الأرض المحتلة عام 48 شرق غزة، لم يحتمل العدو هذا المشهد، بالتالي أطلق النار عليهم لكي يثبت معادلة أنه من حقه أن يطلق الرصاص على الناس وعلى الناس أن تهضم غضبها وأن تكظم غيظها وتسكت. هذا لم يحدث، وبالتالي رأينا اطلاق نار مباشر على في عين هذا القناص، ورأينا قبل صواريخ تنطلق من غزة لكي تقول المعادلة الاشتباك كما هي من غير المسموح التغول ومن غير المسموح أن يستمر هذا العدو بإطلاق الرصاص على الناس دون رد من المقاومة. لذلك رسالة الجماهير كانت رسالة واضحة، هي مع المقاومة، هي مع الفعل الجماهيري السلمي الواسع ومع المقاومة الشعبية بكل أشكالها. ولذلك اتجهنا لكي نرسل رسالة أن الشعب الفلسطيني متمسكا بقدسه في ذكرى حريق المسجد الأقصى، ومتمسكا أيضا بمصراه وبكنيسة القيامة، ويرفض أيضا الحصار على قطاع غزة، لأننا نحن ملتزمون أن نقاتل وأن نحارب وأن ندافع عن حقنا في مواجهة العدو. عندما يفتح أي معركة يجب أن نتصدى له، عندما ذهب لكي يعني أن يهجر الناس أو يطهر عرقيا بالشيخ جراح، وعندما ذهب للاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية قالت المقاومة كلمتها ودافعت عن حق الشعب الفلسطيني. وأيضا عندما يحاصر غزة ويريد أن يدفع الجماهير ثمن صمودهم وأن يحاسب الناس مرتين، يعاقب الناس مرتين في غزة، مرة بهدم بيته ومرة بعدم السماح لهم ببناء البيوت، خرجت الناس كلها في غزة تقول هذا المسار مرفوض، نتمسك بحقنا بوطنيتنا بوحدة وطننا. وأيضا بضرورة إنهاء الحصار وبعث الإعمار للبيوت المهدمة في قطاع غزة. تفضلي. من يحدد مسار هذه المسيرات الشعبية؟ يقال أنه كان في هنالك ضغوطات على هؤلاء الشباب، على الفصائل الفلسطينية بضبط الحدود، منع وصول الشباب إلى السلك الشائك، واسمح لي يعني ما تم تداوله في الإعلام تحديدا الوسيط المصري طالب بذلك، هل صحيح ذلك؟ وهل أبدأ أي استعداد أو أعطى ضمانات بذلك فصائل أو أعطى ضمانات فصائل المقاومة للطرف المصري؟ أختي الكريمة، أولا سلامة الشعب الفلسطيني هذه مسؤوليتنا نحن بالدرجة الأولى، سواء أرادها الوسطاء أو لم يردها، نحن معنيون في أي مواجهة تكون خسائرنا صفر. ومن قال أن نريد أن نرى 50 مصابا في غزة مقابل جندي واحد صيد فقط؟ نحن نقول من حقنا أن نفوت الفرصة على المحتل وألا نعطيه الفرصة لإطلاقنا على شبابنا وعلى فتياتنا وعلى نسائنا وعلى أخواتنا. يجب أن نحافظ على الناس، هذا واجبنا الوطني، أن نحمي دماءهم من هذا العدو. لكن هذا ابتداء، أننا نحن نخوض المعارك يجب أن نحمي لحمنا ودمنا من قناص المحتل الصهيوني، وأن نحمي شبابنا، وهذا واجبنا بالدرجة الأولى حتى لا نتوقع خسائر هائلة. وعندما نقرر المواجهة بشكل مختلف فلدينا أدوات أخرى أستاذ وفاء ممكن نستخدمها، لدينا أدوات شعبية أكثر تأثير عن المحتل كالبرنات الحارقة، كالإرباك الليلي، كالإزعاج الجوي، كثير من مسميات ترهق إسرائيل وتوقع فيها خسائر عالية. وبالتالي نحن أردنا أن نرسل رسالة
وهنا حرصنا أن لا تكون خسائر عالية بصفوف الناس. هذا مبدأ وهذا منطلق لدينا كفصائل فلسطينية وكقوة إسلامية. الآن الوسطاء أو التدخلات أو الاتصالات مستمرة، لأن الإسرائيلي بعد عدوان سيف القدس، بعد عدوان الإسرائيلي على القدس والمقدسات وبعد رد المقاومة بمعركة سيف القدس، المحتل اعتبر أن كل شيء قد انتهى وأن غزة لا خيار لها سوى الصمت. لذلك جاء صوت الجماهير ليقول لا، نحن حاضرون ومستعدون أن نقدم مزيد من التضحيات كرمال القدس وأيضا رفع الظلم عن قطاع غزة. الآن والله العالم كله بيتصل، شوفي ما الذي حدث، ما الذي حدث، الحدث أن الشعب الفلسطيني من الحصار ومن يعني أستاذ خالد هذه المسيرات ستستمر بالتصاعد على أبناء الشعب الفلسطيني. الفعاليات مسار هذه المسيرات، يعني نحن نتحدث عن مطالبات بتخفيف الحصار. أحدد لك أستاذ وفاء، أستاذ وفاء لحظة شوي. إيه تفضل تفضل. الفعاليات هناك لجان وطنية عاملة في قطاع غزة، هناك لجنة القوى الوطنية والإسلامية، وهناك هيئة مسيرات العودة، وهناك ائتلاف فصائل المقاومة. هذه كل المنظومة اتفقت أن تبدأ بفعاليات شعبية سلمية ضاغطة على المحتل من أجل في ذكرى حريق المسجد الأقصى، من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني. الآن المحتل أراد أن يحول هذه الفعالية السلمية إلى فعالية دم بقتل وبقنص الشباب، وفعلا استشهد شاب بريء اسمه خالد أبو دعيج وأصيب أكثر من 30 أو 40 مصاب. إذن هو أراد أن يجعلها نهر من الدم. هنا جاء القناص الفلسطيني لكي يضع رصاصته في رأس القناص الصهيوني، وبالتالي بالأساس نحن انطلقنا من أجل رفع العدوان والظلم على أبناء شعبنا، والقرار قرار وطني أستاذة وفاء. الآن هذا القرار عندما يرى الناس، عندما يرى المراقبون الجماهير الفلسطينية على السياج يسألوا ما الذي يحدث، وكأن شيء وكأننا أخذنا كل شيء. نحن نريد أن نذكر العالم بأننا تحت الاحتلال وأننا محاصرون وأن غزة محاصرة وأن الوضع بلا شك على المستوى المعيشي صعب، لكن كرامة الناس معهم وإرادتهم إرادة القتال لديهم كما هي، ومن حقنا أن نقاتل في كل الجبهات وعلى ونخوض كل المعارك التي تؤمن لشعبنا حياة كريمة وتؤمن له مستقبلا إن شاء الله آمنا وبكرامة. بموازاة هذا الإصرار، نحن نتحدث عن مشروع وطني أستاذ خالد متكامل بالنسبة للفصائل وللشعب المحاصر في قطاع غزة، في تهديدات إسرائيلية متصاعدة. يعني بنت بمقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز وهو المتواجد في واشنطن بأول زيارة رسمية له إلى أمريكا، يقول نعارض إقامة دولة فلسطينية، سنوسع الاستيطان ومستعدون لحرب جديدة على غزة. هل تضعون في حساباتكم هذا الخيار بأن تشن إسرائيل حربا جديدة على القطاع بعد سيف القدس؟ ما هي تقديرات الموقف والمؤشرات لديكم أستاذ خالد في فصائل المقاومة عموما والجهات خصوصا؟ تمام. أولا نحن في حركة الجهاد الإسلامي لسنا واهمين بأن بنت واليمين المتطرف الذي تولى السلطة بعد نتنياهو يريدون دولة فلسطينية، وأنا يعني أحيلك فقط صفقة القرن ومن قبلها لكل مشروع التسوية السياسي الذي جاء على أساس أن فلسطين ليست للفلسطينيين، إلهم ثلث يتفاوضوا عليه والثلثين الإسرائيلي. يعني حتى مبادرة السلام العربية، حتى كل القرارات العربية للأسف شديد اللي بعد اتفاق أوسلو جاءت لكي تؤكد أن من حق إسرائيل أن تتواجد ولها الحق في 78% من أرض فلسطين، وأنه يمكن أن نتفاوض على إقامة دولة فلسطين في 22% من أرض فلسطين. هذا الخيار سقط عندما ذهبت الناس إلى اتفاقيات تطبيع واتفاقيات سلام وغط، وكما يقال يعني قفل الموضوع الرئيس الأمريكي ترامب عندما جاء بصفقة قرار القرن ليقول لا دولة فلسطينية، وإنما يمكن إنشاء كيانات فلسطينية بالتفاوض مع العدو الصهيوني. هذا المشروع بنت يعتمده والليكود يعتمده مسبقا، والائتلاف الراهن هو يحلم به ويؤمن به أنه لا دولة فلسطينية لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة ولا كذلك في الأرض المحتلة 48. وبالتالي نحن لسنا واهمين بأن إسرائيل تستطيع دولة فلسطينية، وأن الدولة لن تقوم إلا بالمقاومة وبانتزاع الأرض من تحت من بين أسنان المحتل الصهيوني. بالتالي هذا الموضوع بالنسبة لنا فاهمين وما عندناش مشكلة فيه ومش واهمين ولا مشتبهين. إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية، والمشروع الأمريكي للسلام الذي اقتضعه ووضعه على الطاولة الرئيس الأمريكي جون ترامب يقول لا دولة فلسطينية. حتى بايدن عندما جاء الحكم قال
انه ما بيقدر لا يسحب السفارة ولا بيقدر ينقل سفارة الامريكا من شمال القدس الشرقية الى تل ابيب. قال لا استطيع، وبالتالي هذا يتكامل الدور. اما بالنسبة لموضوع العدوان، نحن تحت الاحتلال، يجب ان نكون واضحين، نحن لسنا دولة ذات سيادة ولدينا جيش، لدينا جيش قوي، نحن تحت الاحتلال، وبالتالي حقنا في مقاومته مشروعة وسنواصلها وسنستمر بها. هذا يستدعي منا الاستمرار والاستعداد والتجهيز والتحضير، وهو من طرفه كعدو محتل يريد أن يحبط خطواتنا التحررية أو التحريرية، وبالتالي المعركة مفتوحة، هي تتوقف لحظة، ينفض الاشتباك لفترة، ولكن المعركة مفتوحة، ولا يغيب عن بالنا لحظة واحدة أن العدو يفكر بالعدوان على غزة، باعتبار أن غزة الجبهة الأسهل لديه إذا ما قرناها بحزب الله أو المعركة مع إيران أو غيره. لكن ما يميز المعركة مع العدو في فلسطين وغزة أن غزة قريبة من مركز الحياة الصهيوني في تل أبيب وغيرها من المدن الصهيونية، وبالتالي بعد معركة سيف القدس أدرك المحتل أن المعركة مع غزة ليست سهلة وليست نزهة، لكنه لا يستبعدها، وعندما تحين الفرصة ويحظى بدعم إقليمي، ربما بصمت إقليمي وقرار دولي، قد يخوضها على أوسع نطاق. طيب، في رفع الحصار كما ذكرت، وهذه المسيرات مستمرة لرفع الحصار مما يعانيه الشعب الذي هو تحت الاحتلال كما قلتم، يعني نحن تحت الاحتلال ويحق للمقاومة أن ترد. ولكن في كلام مهم للفصائل مجتمعة في غزة بعد يوم السبت أستاذ خالد، تقولون أن أي اعتداء على أي بقعة في فلسطين، في القدس والضفة والداخل، وهذه معادلة بعد سيف القدس ورسخت بسيف القدس حتى أراضي عام 48، هو اعتداء على الكل الفلسطيني، يعطي المقاومة الحق في الرد عليها. الرد ما هو شكله، ما هو مضمونه، ومتى سيتم هذا الرد بالنسبة للحسابات للمقاومة؟ هل يمكن أن تلجأ هي إلى إعلان هذه الحرب؟ أولا، ليست هناك حسابات عندما يتعلق الأمر بالمشروع الوطني، وعندما يتعلق الأمر بالمقدسات، وعندما يتعلق الأمر بأعراضي الفلسطينيين. الحسابات تسقط وتصبح الحسابات فقط هو كيف ردع العدو الصهيوني. ثانيا، أنا أعيدك أحيلك فقط إلى تاريخ معركة سيف القدس. لماذا اندلعت معركة سيف القدس؟ هل اندلعت لأننا كنا نقاتل من أجل رفع الحصار عن غزة؟ لا، المعركة اندلعت عندما رأينا المستوطنون وجيش المحتل الصهيوني وقواته الخاصة تقتحم باحات الأقصى وتضرب النساء وتدمر وتكسر الشبابيك والأبواب وتعيد خراب المسجد الأقصى. اندلعت المعركة عندما رأينا أن هناك قرار بالتطهير العرقي في الشيخ جراح وطرد سكانه. اندلعت المعركة عندما ضربت الراهبات أمام كنيسة القيامة في سبت النور أمام بصر وسمع العالم. عندها قالت المقاومة كلمتها أن أمام العدو ساعتين فقط حتى السادسة، إما أن يتوقف عدوانه وإما المعركة. بالتالي هذه المعركة اندلعت على هذا الأساس الوطني، ولم تندلع من أجل تحسين ظروف الحياة بغزة ولا من أجل تزويد الكهرب ولا المي. لكن أي معركة في فلسطين هي ذات بعد وطني وتقوم على أساس وطني وتقوم لحماية المكتسبات، وخاصة بعد المعركة سيف القدس والقاعدة الجديدة غزة والقدس خط واحد، أو ربما يعني معادلة غزة والقدس، والقدس وبيروت والقدس وطهران والقدس ودمشق، هذه المعادلة بدأت تتعز الآن. لكن نحن نقول أنه في اللحظة التي نرى العدو الصهيوني في يتبجح ويتطاول ويعتدي على الناس، ليس لدينا خيارات ولا حسابات. الحسابات فقط هو كيف نردعه وكيف نحمي حقنا ونحمي أهلنا، لا حسابات أمام الثوابت وأمام حماية المقدسات وأرواح الأبرياء. ممتاز، يعني في أفق للمشروع الوطني الفلسطيني رغم أنه حتى الآن هو مشتت ما بين الانتقادات الاعتقالات، يعني ما في استفادة حتى الآن بالمشروع المتكامل سياسيا حتى ما جرى بسيف القدس وتبعاته. وهنا أريد أن أستمزج رأيك أستاذ خالد، قراءتكم لما يحدث بالضفة الغربية من منع إقامة التجمعات السلمية، قمع للمتظاهرين والمحتجين، اعتقال العديد من الأسرى رموز وطنية أمثال الشيخ خضر عدنان وماهر الأخرس، ما هي قراءتكم لما يجري في الضفة؟ يعني قبل أن نقرأ هذا المشهد نرجع اللي تفضلت فيه حول موضوع نتائج معركة سيف القدس. هو كان يفترض أنه بعد المعركة في عاملين مهمين يعني تحدث فيها الوسطاء وتحدث فيها المجتمع. الناس تحدثوا عن استعادة الوحدة الوطنية وبناء المرجعية القرار وإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية، وهذا أولوية بالنسبة لنا كفلسطين وكحركة مقاومة. وطرحوا على المستوى السياسي، طبعا لسنا نحن من طرح، الوسطاء والذين يؤمنون بالسياسة وبال
بالعلاقات بالتسوية السياسية، طرحوا أنه احتمال قيام أن هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية. قلنا نحن أمام حقيقة أنه لا قيام دولة، لا لن تقوم دولة فلسطينية، وأن هذا مضيعة للوقت، وأن المطلوب رقم واحد هو استعادة الوحدة وبناء الشراكة وتحقيق مرجعية القرار. للأسف هذا الأمر لم يحصل، وبعدها تطورت الأوضاع بالضفة الغربية إلى مقتل الشهيد نزار بنات. هذا الحادث الأليم كان يمكن أن ينتهي تداعياته بتحقيق العدالة. الرجل استشهد رحمة الله عليه، كان يمكن أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين في اغتياله وقتله وتنتهي المسألة. لكن للأسف الشديد يبدو هناك تقدير موقف خطأ لدى الإخوة في قيادة السلطة وفي الضفة الغربية، وبالتالي هذا الأمر فتح الباب أمام حركات شعبية تطالب بتحقيق العدالة وإنصاف الضحية الشهيد نزار بنات. هذا الأمر من الواضح أن الأجهزة الأمنية مع الأسف الشديد لم تستوعبه، وبالتالي بدأت تمارس القمع للأسف الشديد. نحن نتمنى أن تنتهي هذه القضية بتحقيق العدالة، لأنه الشهيد رحمة الله الآن هو بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن العدالة مفقودة، وبالتالي الحريات العامة وحرية التعبير وضمان السلامة للناس هذه مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، ولا ينبغي أن تستمر الأجهزة الأمنية بهذا السلوك الذي نعتبره يعني سلوك مخالف لكل القيم الوطنية الفلسطينية، والتي بالتأكيد سيسهم في توسيع الشرخ ويسهم في توسيع. هل تسمح لي بشكل صريح؟ تفضلي. نعم، هل تواصلتم مع السلطة بشأن المعتقلين، ولا سيما نتحدث عن الشيخ خضر نعم عدنان وكان قبله نعم صحيح أسير مهر نعم الأقدس؟ تحدثنا نعم، تواصلنا مع الإخوة بالسلطة في هذا الموضوع، كان لدينا اتصال يعني مهم مع الإخوة في السلطة الفلسطينية حول هذا الموضوع، وطلبناه بإطلاق سراح الجميع، وأعتقد أن يعني الموضوع إن شاء الله يعني فيما يتعلق بالموقفين قد انتهى، لكن التداعيات لم تنتهي. قلنا بوضوح يجب أن تنتهي هذه المسائل، ويجب أن يكون هناك انفتاح على الحوار واللقاء حتى نخرج من هذه الدائرة، لأن المؤامرة على قضية فلسطين مؤامرة كبيرة، وإن لم نتوحد ونستعيد وحدتنا فأنا أعتقد أن قضيتنا أمام يعني مخاطر كبيرة وحقيقية. شكرا جزيلا لك. بأفاق هذا التلاحم يعني كما ذكرنا وبنتائج سيف القدس وتلاحم المقاومة الوطنية الفلسطينية شعبيا وكذلك فصائليا، شكرا جزيلا لك أستاذ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنت ضيفنا في فقرة وسهلا. فلسطين قضيتي. بني نعيم، قضاء الخليل، بلدة فلسطينية نشأت فوق بقعة مرتفعة من جبال الخليل، تتألف من بيوت مبنية من الحجر أو من الطين. تضم القرية محل تجارية متناثرة بين البيوت السكنية، وفيها مسجد تزرع فيها الحبوب والخضر والأشجار المثمرة. تعتمد الزراعة فيها على مياه الأمطار التي تهطل بكميات كافية للزراعة ونمو الأعشاب الطبيعية. يقوم المزارعون بصناعة منتجات الألبان التي تعتبر عالية الجودة، ويبيعونها في أسواق مدينتهم وأسواق الخليل. وقد انكمشت حرفة الرعي بعد عام 1948، وأخذت تحل محلها حرفة التجارة التي تأتي في المرتبة الأولى تليها الزراعة. بني نعيم قرية فلسطينية وستبقى. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل وعلى طريق القدس. من جديد أهلا بكم، ونستأنف مع فقرتنا على طريق القدس. ملفنا في هذه الحلقة الجيل الفلسطيني الثائر ووحدة الجبهات.
ملفنا نناقشه مع ضيوفنا عمار طه الناشط الحقوقي من الناصرة، محمد منصور الصحافي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي من غزة، ميسى القاضي وهي ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي معنا من رام الله. أهلا بكم جميعا محمد عمار وميسى. اسمحوا لي أن أبدأ من محمد في قطاع غزة. من جديد غزة تجعل للصفر، محمد قيمة، أي دور اليوم يؤديه الشباب الفلسطيني في غزة في المشهد الميداني المتكامل؟ أتحدث البالونات الحارقة، الاشتباك المباشر، المسيرات الشعبية والاحتجاجية المستمرة على الحدود. يعني أهلا وسهلا فيكم، وطبعا بنرحب بقناة الميادين، قناة يعني لربما اعتاد الفلسطيني أن يشاهدها ويعتبرها قناة المقاومة وقناة يعني التي تعطي القضية الفلسطينية حقها. بما يتعلق بمحور الشباب الفلسطيني الثائر الذي يعني دعنا أن نتحدث، أن نقول بصراحة أن اليوم الشباب الفلسطيني هو شباب واعي ومثقف، شباب قادر أن يعطي الحق لقضيته، يعني يعلم واجباته ومسؤوليته تجاه هذه القضية أمام يعني للأسف دعونا نقول التكالب العالمي والتآمر الأنظمة العربية على هذه القضية. بالتالي يعني اليوم الشبان الفلسطينيون حاضرون بكل قوة وبكل ثبات أمام هذا الاحتلال الذي يحاول طمس معالم قضيتهم، الذي يحاول اليوم يعني أن ينتزع حقوقهم، أن يحاول اليوم خنقهم من خلال الحصار الاقتصادي والسياسي الذي يعني يخنق غزة برا وبحرا وجوا. عندما نتحدث عن غزة نتحدث كما قلت على شعب يعني أعطى للصفر قيمة. بالتالي هذه القيمة التي عبر فيها الفلسطينيون عن حقهم، أن هذا الحق لا يسترد إلا بالقوة. هؤلاء الشبان أكدوا للعالم أن مهما تكالب العالم عليهم، مهما تآمر العالم عليهم، إلا أنهم بصدورهم العالية ويعني بمحاولة يعني بعزلتهم بحصارهم بضعفهم يحاولون بكل ثبات وبكل قوة يثبتوا للعالم أن هناك شعبا يقبع تحت هذا الاحتلال، هناك شعبا قرر يواجه هذا الاحتلال بصدره العالي ويؤكد العالم أنه حاضرا بكل قوة ليدافع عن قضيته ويدافع عن رأس قدسه ويدافع عن حقوقه أمام احتلال لا يعرف للرحمة الطريق، لا يعرف أن هناك يعني مسؤوليات تجاه هذا الشعب لطالما أقر بنفسه أنه هو احتلال على هذه الأرض. بالتالي حينما تحدث اليوم أيضا عن شبان فلسطينيين يواجهون الاحتلال وقناصة الاحتلال على الحدود مع غزة رغم هذا الحصار الكبير الذي للأسف يعني تفرضه أنظمة عربية متخاذلة مع هذا الاحتلال، يعني تشتد بالخناق على قطاع غزة الذي يعني بكل صراحة غزة التي يعتبرها الفلسطيني اليوم الأمل، بوابة الأمل نحو التحرير، فلسطين كل فلسطين، غزة اليوم تمثل لكل الشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم بوابة الأمل باتجاه القدس، بوابة الأمل نحو كل فلسطين، بوابة الأمل نحو صحيح نحو يعني من هذا الألم تصنع يعني وتخلق هذا الأمل غزة في كل مرة تحديدا محمد. ولكن اسمح لي أن أنطلق وأذهب إلى ميسى، لأنه هذا الأسبوع أيضا زفت الضفة هذا الفتى الذي لم يتجاوز عمره 16 عاما، نتحدث عن الفتى الشهيد عماد حشاش من مخيم بلاطة عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم. كيف يقود الشباب ميسى في الضفة تحديدا؟ نحن نتحدث عن جيل ولد ما بعد الانتفاضة الثانية، ما بعد يعني عام 2000، هذه الحالة النضالية الجديدة التي ولدت كيف يقودها الشباب الفلسطيني؟ مساء النور وفاء، مساء النور الجميع، المجد للشهداء والمجد للشهيد القادم. أهلا. أيضا الدور الريادي الذي يقوم به الشباب في فلسطين تحديدا أو في الضفة الغربية تحديدا هو دور طليعي، خصوصا كما ذكرتي أنه الشهداء يلي عم بيكونوا سواء شهداء جنين الأسبوع اللي قبله وشهيد بلاطة، قافلة الشهداء ما بعد معركة سيف القدس وما قبل معركة سيف القدس، جميعهم من الأعمار التي ولدت بعد أوسلو أيضا. فالفكرة الرئيسية اللي لازم نركز عليها أنه المحتل راهن على كي الوعي، على اختراق الوعي لهؤلاء الشباب. ثقافة أوسلو اللي كانت بتهدف لتدجين الوعي الفلسطيني، ثقافة أوسلو اللي كانت يعني بتهدف بشكل أساسي لسلخ هدول الشباب عن قضيتهم، هز معتقداتهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم بحق العودة. احنا عم بنشوف انه كل هاي الثقافة وكل هذا التدجين وكل الممارسات سواء من قمع او سواء من محاولات تطبيع او من محاولات توقيع اتفاقيات سلام وإيهام الفلسطيني انه هي السبيل لتحقيق السلام وانتزاع حقوقه، هي كانت كلها هباء منثور.
لأنه الشاب يلي عمره 16 سنة و 17 سنة بالمخيم، المخيم اللي نحن عم نحكي عنه، سواء كان بالضفة، سواء كان بغزة، سواء كان بالقدس، وحتى بدول الطوق قديما، دائما المخيم كان أصل الحكاية، لأنه هو بتمركز فيه لب الصراع. لب الصراع اللي مقوماته لا زالت موجودة، مقوماته كمان صح. موجودة، فبالتالي الصراع هذا مش رح ينتهي إلا بزوال الاحتلال. نعم، يعني محاولة كي الوعي من قبل الإسرائيلي وراهن عليها مرارا وتكرارا بالأجيال يعني الماضية وحتى الجيل الحالي. من أحدث الفارق كذلك المهم، وهنا نتحدث يمكن بسيف القدس بما أبرزته لنا بأهالينا بالداخل، وأنتقل تحديدا الآن يعني إلى ضيفنا عمار طه معنا من الناصرة. عمار، كيف رسخت هذه المشاهد وخصوصا سيف القدس الوعي لدى الشباب الفلسطيني، وأنطلق من تجربة أهالينا في 48؟ أولا مساء الخير، يسعد مساكم. بداية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا البواسل. فعلا يعني المحطة التي توقفت بها حركة الشباب والنضال الفلسطيني في سيف القدس كانت نقطة فارقة لربما دهشت الإسرائيلي بالأساس والعرب بشكل عام. الشباب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده اجتهد عبر محطات، ويعني وتحديدا في يعني في بعد أوسلو، من حبة القدس الأولى 2000 كان هناك شكل ونمط، حاول الإسرائيلي بالتعاون لربما مع بالتعاون والتنسيق مع تيارات أخرى كانت وأجواء سياسية حاضنة بكبحه بأن لا يتطور. أتت من بعده في سنة 2013 معركة في الداخل عندنا، كانت معركة المصادرة على الهوية فيما عرف ببرافر، وخرجت الشباب والشابات إلى الشوارع وكسروا المحكمة، كسروا القانون الإسرائيلي وعليه. فتأتي سيف القدس، يعني ما حدث في الشيخ جراح هو نتاج طبيعي لسيرورة كانت قد تراكمت بوعي شباب لم يشهدوا النكبة ولكن يعيشوها حتى الآن ويعرفون الندبات وما زالت عليهم ويتوارثوها، لم يشهدوا النكسة ولكن يعون أن الاتكال على الوضع العربي العام هو ليس بالرهان المربح دائما ويضللنا الطريق. وهذا الجيل عندما يأتي أخذ زمام الأمور. اليوم المفيد يعني الفارق، النقطة الفارقة فيما تجلى في معركة سيف القدس الأخيرة، أن كافة تواجد الشباب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بدون تنظيم مكتوب أو دستور مكتوب، عبر لربما ساعدت شبكات التواصل، ساعدت وسائل الإعلام الداعمة لقضيتنا بتشابك وتضافر الجهود، وكانت هناك يعني لوحة لربما يعني بظل الألم والدماء وما حدث لأهلنا في غزة، أهل البواسل في غزة، وما حدث في أهلنا في القدس، لكن هنالك أمل لدينا قد نما بأننا نحن فعلا قادرون أن نأخذ زمام الأمور. وهنا يعني أود الإشارة بشكل فعلي، نحن في الداخل نعي ونعرف مكامن أخذ القرار في القرار الإسرائيلي، ونحن نعلم أخواننا في غزة وإخواننا في الضفة على وعي تام بهذا الموضوع، ولكن نحن نعيشه بطبيعة وظروف وضعيتنا هنا. الحديث والمدهش لديهم، وهذا باعترافات منهم، أن ممتاز. أن عمار تسمح لي، ذكرت نقطة مهمة أنه كي الوعي كان يراهن عليها بالنسبة له الإسرائيلي، أما اليوم على ماذا يراهن؟ يراهن على المطبعين، على شركائه، حتى هذا الفضاء العربي الذي ذكرته بشكل أو بآخر تخلى عن الفلسطينيين، تخلى عن القضية الفلسطينية أو ما تسمى بجامعة الدول العربية. اسمح لي هذه النقطة أن أحيلها إلى محمد، هل توافق بهذه المقاربة؟ على ماذا يراهن الإسرائيلي في إبداع يا محمد كما ذكر عمار بالآليات التي يبتكرها الشباب الفلسطيني بمواجهة المحتل؟ يمكن مواقع التواصل الاجتماعي احتلت هذا الجزء المهم بسيف القدس، ولكن اليوم نتحدث عن إبداع بآليات جديدة يختلقها شباب غزة، مثل البالونات الحارقة، مثل المواجهة عن نقطة أو على مسافة صفر، ومواجهة القناص، ومليارات الدولارات بنيت بهذا الجدار أو دفعته إسرائيل لبناء هذا الجدار. نعم وفاء، يعني في الحقيقة دعينا ننتقل في بداية حديث ميساء. المصيبة الأولى والأخيرة لدى الشعب الفلسطيني هي أوسلو التي يحاول الاحتلال عبرها كي ويعني يحاول تحجيم القضية الفلسطينية عند الشباب الفلسطيني. الشباب الفلسطيني اليوم أدرك
نقطة مهمة جدا، أن لا خيار اليوم سوى خيار المقاومة، لا مسار اليوم سوى مسار المقاومة. هذه المقاومة التي مرغت أنف إسرائيل على مدار كافة الجولات، على مدار كافة الحروب. لم يعد الفلسطيني اليوم ضعيفا، الفلسطيني اليوم بمقاومته يعني يثبت المعادلات ويفرض المعادلات، بل ويكسر كل المعادلات التي يريد الإسرائيلي تثبيتها على المنطق الفلسطيني. اليوم المقاومة حاضرة، بمجرد أن يعني تم قنص جندي إسرائيلي قنص طفل فلسطيني على الحدود بالأمس، كانت هناك يعني طلقات حرة من ابن حر باتجاه رأس الجندي الإسرائيلي الذي نفذ هذه الجريمة. نعم هناك مقاومة، وإن كانت مقاومة اليوم مقاومة شعبية ومقاومة مسلحة تتعدد كافة أشكال المقاومة، لكن اليوم المواطن الفلسطيني والشاب الفلسطيني والطفل الفلسطيني يؤكد مرارا وتكرارا أن لا خيار اليوم سوى خيار المقاومة. هو الخيار الذي يعد بالنسبة لنا هو الخيار الأقصر نحو رأس القدس، هو الخيار الذي نعم يعترف الفلسطيني ويعترف الشباب الفلسطيني أن هذا الخيار له ضريبة. نعم نحن ندفع اليوم الضريبة، هو ضريبة الحصار والضريبة التي ندفعها من دمائنا ومن جوعنا ومن كافة النقص الذي نعانيه على مدار كافة أيام الحياة الشقية التي يعانيها أهالي غزة والكل الفلسطيني في الضفة وفي الداخل. لكن كما تفضلت وتفضل زملائي، الخيار اليوم عند الشباب الفلسطيني هو خيار المقاومة. رأيتم قبل يومين وبالأمس على الحدود مع غزة كيف يبدع الشباب الفلسطيني بأقل الإمكانيات بالحجر وبالسكين بالبالون الحارق، يركع هذا الاحتلال ويضعه عند حده. يعني لو افترضنا أن هذه الآليات، لو افترضنا أن هذه المقاومة الشعبية لا تنهك الاحتلال ولا تؤرق الاحتلال، لما فرض الاحتلال يعني الحماية العسكرية الشاملة على الحدود مع غزة، لما فرض أيضا وانتشرت أكثر من لواء عسكري إسرائيلي على الحدود مع غزة لمواجهة هؤلاء الشبان العزل الذين يواجهون الطلقات الإسرائيلية المجرمة بصدورهم العارية. أؤكد مرارا وتكرارا لا خيار اليوم في الإرادة والتصميم يا تحديدا يا محمد، الإيمان بجدوى هذه المقاومة، هذه نقطة أساسية ترسخت لدى الجيل الشبابي الجديد. ونحن نتحدث بعنوان أيضا هذا الملف توحيد الجبهات. أنتقل إليك ميسى، يعني مدينة الاشتباك جنين التي تؤرق المحتل إلى مدينة الإرباك الليلي في بيتا، يعني وصولا نابلس، الخليل، بيت دجن، رام الله، نحن نتحدث يمكن عن مشهد متكامل لكل الجبهات من غزة بالضفة حتى الداخل والقدس. هل يمكن الحديث عن مرحلة المقاومة الشعبية فقط أم التئام والتحام المقاومة الشاملة، يعني مقاومة شعبية ومقاومة مسلحة خصوصا بالضفة؟ أتحدث ميسا. دائما وكان هناك ابتكار وموائمة و تكامل بكل الأدوات المتاحة، كل الأدوات التي يستطيع الشعب الفلسطيني تطويعها بمواجهة المحتل، ابتداء من الصدر العاري في الانتفاضة الأولى، ابتداء من الحجر، وصولا لعمليات الدهس، العمليات الاستشهادية، تفجير نقاط التماس، اطلاق النار على نقاط التماس، وصولا للإرباك الليلي أيضا. يعني كل الأدوات المتاحة سواء كانت أدوات سلمية أو غير مسلحة أو كانت مسلحة، كل الأدوات المتاحة بيتم توظيفها باتجاه هدف إزعاج المحتل، باتجاه هدف مقاومة المحتل دائما. لهيك مش ممكن نحكي عن مقاومة شعبية سلمية أو مقاومة مسلحة في حال أنه غاب السلاح زي ما بيصير في قصة الضفة الغربية. يعني كل السلاح الموجود هلأ بين إيدين الشباب سواء من المخيمات أو نقاط التماس التانية هو سلاح فردي، عماله بيشتغل الشاب ابن 16 سنة و17 سنة عشان يشتري، وبيشتري بطريقة كتير صعبة، يعني بيشتري عن طريق مهربين ممكن من الداخل، نظرا لأنه معظم يعني كتائب المقاومة تم حرقها من قبل السلطة. أنا عم بحكي عن ذراع كتائب الأقصى. هلأ الكتائب الثانية طبعا في تضييق خناق عليها نظرا لطبيعة الضفة الجغرافية، طبعا نظرا لأنه إسرائيل عم بتسيطر على كل المعابر. لهيك نحن عم بنوصل لنقطة مهمة، النقطة المهمة أنه السلاح المتوفر هلأ عم بيكون مرات كتير قليل، لهيك صارت الناس تبتكر الأدوات التانية في ظل أنه سلاح مش متوفر، في ظل أنه بس يستشهد شاب عم باخد صديقه أو عم باخد ابن مخيمه أو عم باخد زميله إصلاح عنه، وبيعتبره إشي كتير عظيم، مسؤولية كتير عظيمة نظرا لشحه خلينا نقول، ونظرا لأنه هو بيحمل مسؤولية عظيمة بأنه هو يتوارث رسالته ويتوارث مهمته بأنه جيل بيسلم جيل. لهيك كل أدوات النضال سواء كانت سلمية أو غير سلمية كلها بتصب في نفس الهدف. صحيح، في بسالة يظهرها هؤلاء المقاومون بالأعمار الصغيرة وبهذا الجيل الشباب الجديد.
صحيح، هو الجيل هلا اللي زي ما حكينا وزي ما ذكر ضيوف اللي التانيين اللي معك، انه المراهنه على كي هذا الشعب او كي هذا الجيل كانت مراهنه خاطئه جدا. بن غوريون لما حكى انه الكبار يموتون والصغار ينسون، كمان اثبتت كل هاي الاشياء مدى فشلها، لانه زي ما حكيت برجع باكد انه الروح هي اللي بتقاتل. عدالته بقضيته وإيمانه بقضيته بخليه إنه يواجه أعطى قوة بالعالم بالصدر العاري. وشفنا نحن نموذج فارس عودة، وشفنا نماذج تانية في بيتا الصورة اللي انتشرت إنه شاب فلسطيني حامل الحجر ومقابله في 4 أو 5 من الصهاينة عم بركضوا وهم مسلحين. فبالتالي نحن عم بندافع عن عدالة قضية، احنا عم بندافع عن أرضنا وعن وطننا، مش زي ما هم صحيح. عم بيروجوا انه ولذلك هنا اسمح لي ميسا ان انقل هذه الجزئية وهذا السؤال على عمار خصوصا بالداخل. نحن يمكن الحديث بانه المقاومة بهذا الخيار اصبحت اكثر مطلبا شعبية واكثر حاجة من الخيارات التي اوهم فيها الفلسطينيون، مثلا كخيار التسويات والمفاوضات، وأي تحديات تبرز بالنسبة للجيل الشباب الجديد؟ أتحدث بالداخل بـ 48 عمار، وسيما أنه ابتدع الكثير من الأساليب والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي وإيصال القضية الفلسطينية إلى المنابر العالمية. يعني فعلا يعني يجب علينا أن نضع الأمور في تراتب معين. يعني أولا في قضية المقاومة، المقاومة لها أنماط وكل نمط له أهميته وله الجدوى منه، ونحن في الشعب الفلسطيني كتب علينا أن نكون مقسمين ومجزئين عبر جغرافيا التي لا تعني للشباب الفلسطيني اليوم، لا تعني شيء. يعني نحن نتعامل كشعب متكامل، كل يقوم بدوره في وضعيتنا. نحن في الداخل نحن ترسانة وخزان، الشباب أثبت أنه ترسانة وخزان ووقود هام جدا جدا لكل المقاومة بأنماطها وأشكالها. يعني ليس فقط المقاومة المسلحة، ليس فقط مقاومة الحجر، ولكن المقاومة بكافة الأنماط منها الإعلامية ومنها هذا الوقوف من الداخل في داخل في 48 لمساندة أنماط المقاومة الملائمة، لنقل في قطاع غزة أو في الضفة. نحن نعلم يعني وليس بالسر أن التفاهم هذا بات مفهوم، يعني حتى في الشتات. يعني نحن وأنا كناشط سياسي وشبابي لا أود إلا السلامة لابناء جلدتي في مخيمات في لبنان على سبيل المثال، وأنا أعرف أن هنالك وضعية وهنالك ظروف سياسية سيادية لربما تحد من شكل ونمط المقاومة لديهم، ولكن يقومون بدورهم على أحسن وجه. والتلاحم هذا هو كان الرصاصة الأخيرة أساسا في كل ما يسمى كي لا نخوض في أوسلو وإفرازات أوسلو. اليوم التلاحم هذا في كافة المناطق الفلسطينية، يعني أينما في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني حتى في المنفى، هو كان الرصاصة الأخيرة في ما يسمى الدولتين. اليوم حتى على جدول الأعمال الإسرائيلي يعون أن هذا الوعي الجديد لدى الشباب هو لا يتعامل أساسا مع ملف الدولتين كحل عادل، لأنه فشل أساسا. يعني هنالك فشل، وما أنتج من هذا الهرولة وراء السراب من كي الوعي على سبيل المثال، من طمس أنماط المقاومة. ولذلك كان في حكومة أكثر تطرفا اليوم بتوسيع الاستيطان بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بكلام بنت وحكومة بنت. عمار اسمح لي، انتهى الوقت وأريد منكم بجملة جملة. عمار سأبدأ يمكن مع محمد من غزة، الخلاصات من هذا المشهد، ما هو المطلوب بالنسبة لك في هذا الملف بجملة وليس أكثر؟ المطلوب نعم يعني الحفاظ على محور الشباب، دعم الشباب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال. انتهيت أن هذا الاحتلال قد صنف اليوم الحكومة الأكثر تطرفا. نعم فليتطرفوا كما يشاءون، الشباب الفلسطيني حاضر في مواجهة هذا التطرف، سواء جانتس أو بيرت أو كخافي، الشباب الفلسطيني سيواجه بصدور العالي كل الأوجه والبطش والإجرام وسيحقق للعدالة القضية الفلسطينية. ميسا تفضلي. ملخص المطلوب دائما من شعبنا الفلسطيني ومني أنا كفلسطينية أنه فلسطين ليست بالقريبة ولا بالبعيدة، إنها بمسافة الثورة. أختم معك عمار. أناشد الشباب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده على التمسك بالثوابت وجلاء ماهية وشكل المسار الدبلوماسي المعطوب والتقليدي والذهاب إلى أهدافنا بأمل وإرادة كبيرة لنحقق كل من موقعه وكل بأدواته الأمل المنشود.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، كنتم ضيوفنا في فقرة على طريق القدس. والآن إلى فلسطين هويتي. الفقراء للفقراء في غزة. عبر هذه المبادرة تستطيع السيدة الفلسطينية سميرة أبو عمرة إطعام عشرات العائلات الفقيرة مجانا وبدعم من أهل الخير، الذي تعتبره مشروع الأمل لمجتمع خال من الفقر. نتابع التفاصيل في هذا التقرير مع الزميل أحمد غانم. والله يعني ناس من برا تبرعوا فيها وحكونا يعني نفسنا في هذا المشروع بتقدروا انتم تمشوا فيه، حكينا لهم صحيح احنا مبسوطين يعني وفرحانين، فرحنا كثير كمان لما هي يعني حكت لنا ان احنا نفسنا في هذا المشروع. ان شاء الله تكون يا رب يعني من زيد لزيد ويكبر هذا المشروع، عشان احنا محتاجين المشروع هذا، يعني في ناس محتاجين وبرضه فقراء كثير محتاجين، والمكان اللي احنا عايشين فيه مليان فقراء وممكن تحت خط الفقر برضه، يعني بكون يعني فيش عندهم امكانيات في دارهم، لا طبيخ ولا اكل ولا مشرب ولا ملبس ولا اي شيء من هذا، يعني بكونوا فرحانين انهم بدهم. اشتبختينا اليوم يا خالتي ام محمد، والله نفسنا تعملي لنا مثلا دجاج، نفسنا تعملي لنا لحمه يا خالتي ام محمد ورز، يعني كانت عندهم فرحه يوم احنا ما عملنا اللحمه الاسبوع اللي فات كان فرحه العيد. ان شاء الله نكون احنا سبب ان احنا ندخل السعاده هذه من الناس اهل الخير، ان احنا نقدر نرسم ابتسامه بس صغيره، يعني بتشوف الولد الصغير حاطط الطنجره وبتطلع من تحت الطنجره وفرحان انه بده يروح ياخذ طبيخ، وفي لحمه الطبيخ بيحكي لهم والله في لحمه، يعني طبيخ زهره طبخته كان في لحمه، كانوا كمان زهره فيها لحمه. اما لان احنا نقدر نوصل ما نخليش ولا فقير في مثلا في المكان اللي احنا اهم حاجه موجودين فيه، او ان الطفل ينام بس شبعان، اهم شيء انه يكون شبعان. رغم الفقر اللي احنا عايشينه في غزه، رغم الحصار اللي احنا عايشينه، ان شاء الله بادره امل ان احنا نطور من مجتمعنا وما يخليش ولا اي واحد محتاج ولا اي واحد فقير، ان شاء الله يا رب يكون يعني مجتمع خالي من الفقر. حتى الحرية غسان كراجة. غسان كراجة من مواليد عام 1990 رام الله صفا، اعتقل عام 2021، السجن عوفر، موقوف للمحاكمة. اعتقل غسان للمرة الرابعة بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنزله في قرية صفا، وذلك بعد أقل من 7 أشهر من الإفراج عنه من اعتقاله السابق. نقل إلى مركز توقيف عصيون حيث قبع بالحجر الصحي في ظروف سيئة قبل نقله إلى سجن عوفر، حيث ما زال يقبع حتى الآن بانتظار محاكمته. الحرية لغسان كراجة. من حق الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال استخدام جميع السبل المتاحة، ومن بينها الكفاح المسلح، لأننا نعتقد أن الصراع أمر مستمر وأن السبل متغيرة. أبو علي مصطفى، في أمان الله.